التحديات من خلال هذه الرياضة الأصيلة التي ننطلق معها من خلال التحديات الكبيرة ورياضة الأسلاف الأوائل الذين صانوا عز وأمجاد هذه البلاد منذ غابر السنين والقرون بصلابتهم وكافحوا جلادتها. نعم، مع الانطلاقات حيث كانت كلمة الهجن هي كلمة السر الأهم لتوطد هذه العلاقة وقوتها. شوطنا العشرون الذي أعلنت انطلاقته قبل لحظات والمخصص لفئة الجعدان المهجنات، تنافس جديد يعلن انطلاقه على أرضية ميدان المرموم. نبدأ دائما باحثين عن الحاضرين والمتواجدين في المراكز الأولى المتقدمة والطامحين الأوائل لنيل قمة هذا الشوط. المركز الأول والصدارة مع الصيرمي لسلطان بن سيف بن سهيل الدرعي هو من يقود هذه المجموعة. المركز الثاني وتابع انطلاقة مطفي للسعيدي بن سرور بن السعيد الاجتبي. السعيدي هنا بموقع السعد ورافق السعداء، تسعد يا السعيدي. المركز الثالث مناور لناصر بن محمد بن هزيم هو اللي حاضر مع انطلاقة هذا الشوط. نقله إلى المركز الرابع حضور مياس لعلي بن مبارك بن علي المري. مرحبا مليون يا قاصد دورة دبي، مرحبا بجميع أبناء الخليج الحاضرين والمتوافدين في بلدهم الثاني هنا في دولة الإمارات، حاضرين المشاركة في هذا المحتفل والمعترك الكبير. المركز الخامس الفارس للسيد سيف بن مصبح بن كاسب المسافري، نقله أيضا على سادس المراكز مع انطلاقة مزعج للسيد سعيد بن محمد بن سلطان آل عويسي ما شاء الله. المركز السابع مع تواجد ضاوي للسيد منصور بن سعيد بن راشد المزروعي، نقله إلى ثامن المراكز. نتابع معكم هذه التحديات وهذه التغييرات التي تجري وتطري على المراكز الأولى المتقدمة، الكل طامحا بناموس الأوائل. أعود وأتابع المركز التاسع مع انطلاقة ملفت لخليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة. حلوة الحركة يا بن حلوكة. المركز العاشر أيضا قدوم ونقل في هذه اللحظات على انطلاقة بركان مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير الاشتبي. هذه نتيجتنا نداؤنا الأول الذي انتقلنا وتابعنا في موجزه الأول خلف المراكز الأولى التي كانت تتنافس بقوة كبيرة على لقب الصدارات وانتزاع البطولات. أعود مع المركز الأول مياس المسيطرة على الأمور لعلي بن مبارك بن علي المري. الله 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 يا المري على هذا الحضور وعلى هذا الانطلاق. أبناء يام متواجدين ويا حلو الأيام معاكم يا أبناء يام. هنا على الصدارة مياس على القيادة يرقص طرب الملاحقة والمطاردة من المركز الثاني مزعج لسعيد بن محمد بن سلطان العويسي. أبناء السلطنة أيضا دائما تكون لهم الكلمة القوية. بوعيسى أحد شبابنا المجتهدين، أحد شبابنا البارعين في عالم هذه الأصالة وعالم هذه الرياضة. شد حيلك يا بوعيسى، الشاعر سعيد يوصيني عليك. المركز الثالث أيضا أتابع ملفت بن حلوكة بدأ في هذه اللحظات يقود الهجوم الأقوى لنيل الناموس مع انطلاقة واندفاعة
ملفت خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة المركز الرابع. وصل الصعب، وصل الصعب في هذه اللحظات مع انطلاقتي. زي هناك صايب للسيد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، يصيب ما يخيب، يصيب ما يخيب بن سلطان قادم مع اندفاع الصايب. أما المركز الخامس، المركز الخامس أشوف الوصول مع انطلاقة الفارس لعبد الله بن محمد بن حمودي آل الشبي، أول ندى لزمزوم يبدع في دورة المرموم. زمزوم قادم لسالم بن بخيت بن رشيد الشبي أيضا قادما مع هذا الانطلاق، ولكن بعود مع المري على المركز الأول والصدارة. بعود مع المري، ياهو عرض، ياهو عرض يا المري تقدمه مع مياس، سلالة مياس العريقة، سلالة مياس العريقة وأبناء يام الذين يظهرون في الأوقات الصعبة. المري، المري مع مياس 1200، 1200 الأمتار النهائية، الأمتار الأقوى، الأمتار الأحلى. ومياس لازال يرقص طرب على المركز الأول لعلي بن مبارك بن علي المري. هاي يا ولد مبارك، نبارك ولا ما نبارك؟ بن حلوكة، بن حلوكة بعزم لا يطال ولا ينال في هجوم أخير خطير. على المركز الثاني هناك مع الاندفاع الرائع والقدوم المميز من قبل ملفت لخليفة بن سالم بن حلوكة بن مرخان، بن مرخان في شن الهجمات والغارات. ولكن المري، المري يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي، أحلوت المنافسة، أحلوت المعركة. مياس، مياس على المركز الأول. السلام مري، السلام مري. بن حلوكة عنده كلام مع الأمتار الأخيرة، لا والله ما يطيع ولد مبارك، ما يطيع، ما يطيع يسلم المركز الأول مع انطلاقة مياس. عرض كبير، عرض رائع مع قيادة الشوط. أبارك لك يا ولد مبارك، أبارك لك يا ولد مبارك. سلام يا المري سلام، تهانينا والناموس لعلي بن مبارك بن علي المري على هذا الفوز والانتصار الرائع وانتصار مياس هنا مع الانطلاقة الرائعة والعرض المثير الذي قدمه مع المركز الأول. تهانينا والناموس لعلي بن مبارك المري على فوز مياس. المركز الثاني لخليفة بن سالم بن حلوكة، المركز الثالث صايب لمحمد بن سلطان بن مرخان، المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع الغاز للسيد ناصر بن سلطان بن علي بن عمير الشتبي، والمركز الخامس كان من نصيب منصف لمحمد بن سالم بن محمد المالكي. هكذا كانت النتيجة مع انطلاقة هذا الشوط، العرض الكبير والمميز اللي قدمه مياس مع هذا الانطلاق. 9:06، 4 أجزاء من الثانية، توقيت مياس. تهانينا والناموس لمالك مياس علي بن مبارك بن علي المري الذي أبدع بقوة وبشدة واستحق ناموس هذا الشوط. تهانينا. المركز الثاني اللي أيضا قدم عرض رائع ملفت لخليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة، قدم توقيت وقدره 9:07 جزء واحد من الثانية. أما المركز الثالث كان من نصيب صايب 9:09، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك صايب محمد بن سلطان بن مطر مرخان آل الشتبي. هكذا كانت النتيجة والمجريات والمعطيات. تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.